لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنت هلك محكوسو دويننا سفيرك دولة قدر أو يوفت قوضه الله السعداء ويكمدهين صندوق قدر للتنمية وقدر الخيرية وينقص بوقضي عاصمة دا أرقيسة حكومة دهان يا شعب هان وارد كسور دويننا نقو قد دي هير قرن مدحوينا قرن كجمهورية الصومال نمك عابي أزمة دي يدباطة دي كد عضي سوق واهين وحاند الله نهاي كسور دوادا ودن كيني aad baan idinku mahadnaqaynaa booqashadana noogu timaadeen iyada iyo booqashooyinkii ka horeeyay ee waqtiga COVID-19 ka aad noo timaadeen. Waan idin mahadcelinaynaa, waxaana aad iyo aad aan idinka mahadnaqaynaa inaad tagteen goobtii dhibaatadu ka dhacday oo ah suuqii waaheen ee gubtay oo aad indhihiina ku soo aragteen oo aad aragteen dabkaas ku baahay suuqa ee baabi'iyey aan dhibta u geystay baaxadda ay leegtahay. Fa niyaabatan can اللجنة الوطنية المعينة لمشكلة تحريق السوق وعن حكومة الشعب جمهورية أرض الصومال فإننا نتقدم إليكم بالشكر والعرفان لسعادة السفير السيد حسن بن حمزة والوفد المرافق له من المؤسسات القطرية كصندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية على وصولكم إلى هرقيسة وزيارة موقع الكارثة في سوق واهين، وأن هذه الزيارة والتضامن يدلان على عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين، الشعب الصومالي الآن والشعب القطري. نرحبكم ترحيبا بالغا ونقدم لكم عزاءنا في مصابنا الجلل، وأترك الكلام للسفير والوفد المرافق له. السلام عليكم. صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة سفيرنا دولة قطر متواجدين بين أخواننا وأشقائنا أرض الصومال لعدة أسباب. السبب الأولي لزيارة العمل زيارة تفقدية للسوق الرئيسية في هرقيسية. كما تعرفون السوق الرئيسية هي أكبر سوق في أرض الصومال، يحتوي على أكثر من 5000 محل. للأسف الحريق أدى إلى دمار هائل في السوق. قمنا بزيارة تفقدية للسوق وطلعنا على الأضرار، استمعنا إلى اللجنة برئاسة سعادة وزير الأوقاف واللجنة والأعضاء اللجنة. الأضرار كبيرة، خصوصا أن الحريق الآن تقريبا له أسبوعين منذ أوائل رمضان المبارك، حيث السوق يزدحم ويكون أفضل أوقات السوق طبعا في بداية شهر رمضان للأسف. الشغلة الثانية اللي احنا موجودين أيضا هنا لتقييم الوضع والحصول على المعلومات الخاصة بالأضرار الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى البنية التحتية المهدمة. للأسف أيضا الصومال مثل الدول المجاورة في القرن الأفريقي تعصف بها جفاف يعني قارس أو جفاف قاسي بالأصح. الجفاف هذا أدى إلى أيضا يعني زيادة المشكلة إلى مشكلتين، صار فيها مشكلة أمن غذائي أيضا، والسوق الرئيسية هذا هو أحد عوامل يعني تأمين الأمن الغذائي في أرض الصومال. صندوق قطر للتنمية اليوم والوفد المرافق عندنا مساعدات تزن حوالي 45 ضن مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة، هذه ل 750 أسرة محتاجة
طبعا راح نسلمها للأخوان المسؤولين في أرض الصومال، وإحنا في انتظار الحصول على التقارير الأخيرة للأضرار الناجمة عن الحريق ودراستها والعمل والبحث فيما يمكن تقديمه لإخواننا وأشقائنا. نشكر فخامة نائب رئيسية ومساعد وزير الخارجية ووزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال وعلى إعطانا جميع المعلومات المتوفرة فيما يتعلق بالجفاف أو متعلق بمسألة حريق السوق. جزاكم الله خير وشكرا. halkaan ku soo dhaweeyayna safiirka iyo madaxda kale la socota ee ka socda dawladda Qatar walaalnahay hadii aad baan idin soo dhaweeyayna marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aad u faraxsanahay inaan dhaynaad dhibaatada nagu dhacday ee suuqii Hargeysa ugu weynaa ee 2 toddobaad ka hor gurtay inaad u soo gurmateen inaad indhiina ku arataan dhibaatada taalla خلال اسبوعين من المصيبه اللي صابت السوق. سلام سعطانا جيس كافر جودهان وحق جري ابار ادو ادق يدو ابار تاسي تاغنت هي يا تمنى نغ دعدي وليس كما دعاي ماشي ما انت ادرك السنه صوب احسن لبت الدبات سوق كهر وحياله وح كسته او لغا هله سوق لغا هله نوع دولب هذا يا يالي ara kulay wada waxii barteen dibaasiga ka dhacay ee leegta iyo urbixinta iyo waxaan kulay ku qaadan doona halka ama kan tagnay airportka waxaan jecelay inay horta indhiin ku arataa ma wasal ma ruux mudan inuu sayidina ku arkaa dibaasiga meesha ka dhacay indhiin ku arataa ma noo nibaadaa.